اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد في هذه اللحظات لازم نطمن على الفريق الاستعدادات الخاصه بمباراه الوداد. النهارده تدريب مهم جدا، التدريب الاساسي والرئيسي، لان بعد التدريب في معسكر مغلق وفي تفاصيل كثيره متعلقه باستعداد الاهلي لمباراه الوداد يوم الجمعه القادم. لذلك اذهب مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره، وعلى الهواء مباشره الزميل العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب التتش عشان يطمنا على الاستعدادات. مساء الخير يا كريم، ويطمنا على الاستعدادات. الجهاز الفني بالتاكيد في هذه اللحظات في محاضره فنيه مع اللاعبين، وبعد التمرين ان شاء الله في معسكر مغلق، و22 لاعب القائمه بالكامل ان شاء الله هتكون موجوده في هذه المباراه. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه لك ولكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى التوفيق في الشوط الثاني لمباراه الوداد باذن الله. ان شاء الله كل العوامل وكل الظروف والمجهود الكبير اللي بذل سواء في التدريبات اللي كانت في المغرب والمباراه اللي استطاع النادي الاهلي نفوز بها بنتيجه 2-0، كمان يمكن الفتره دي ضيقه جدا 48 ساعه بقى. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحط بقى التشكيل التكتيك كل الثغرات ونقاط القوه والضعف والامور ايضا كمان خلال المباراه الاخيره يكون مستر موسيماني يتكلم فيها بشكل كبير جدا. احنا طبعا محمد انت عارف متواجدين في ملعب مختار التتش ليه تدريب فريق النادي الاهلي. التدريب كان محدد ليه يكون في الساعه الخامسه، لكن كعاده بيتسو موسيماني المدير الفني اللي بيقوم بمحاضرات مطوله شويه لكن فيها ايجابيات كثيره جدا زميلي محمد. الجانب النفسي الراجل شغال عليه بشكل رائع ومميز جدا، والاحاديث دي بنسمعها من لعيبه النادي الاهلي، يعني ما بنقولش اجتهادات لكن لعيبه النادي الاهلي عندها راحه نفسيه بشكل كبير. الراجل بيتكلم معاهم بشكل فردي وبشكل جماعي وده امر مهم جدا. الجانب الفني اكيد راجل مميز جدا في قراءته للمباريات، لكن الجزء النفسي وتهيئه اللاعبين بشكل كبير ده امر يحسب للجهاز الفني وتحديدا بيتسو موسيماني. محاضراته بتكون كلها كلام عن طبعا اهميه المباراه، ولابد يكون دخولنا نبقى فعل مش رد فعل. الكلمه دي يمكن ذكرها اكتر من مره مع لعيبه النادي الاهلي، ان احنا نكون فعل وليس رد فعل. دي امور كثيره جدا حابين نطمن بيها جمهور النادي الاهلي على مدى الجاهزيه ومدى رغبه اللاعبين ورغبه ايضا كمان الجهاز الفني في ان شاء الله باذن الله مباراه العوده اللي تكون يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. هدف واثنين وثلاثه، الراجل يمكن اتكلم على هذا الامر، قال لما يجي لنا فرصه لابد ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثه. المباراه 90 دقيقه ما نكتفيش ان احنا نكون بنحرز هدف او اثنين، اي فرصه تجيلك انصاف فرص تجيلك لازم تسجل فيها هذه المباراه، لان ان شاء الله باذن الله خطوه تفصلنا بشكل كبير محمد ان شاء الله على المباراه أكيد. النهائيه اللي بنتمنى ان شاء الله كالعاده يكون النادي الاهلي طرف فيها اكيد. طيب عايز اطمن منك على حاله محمود كهربا، محمد مجدي قفشه، وايضا كمان علي لطفي النهارده جه التمرين لانه امبارح كان في عنده ظرف خاص، وايضا كمان عايز اطمن على مروان محسن. يمكن هبدا معاك طبعا بعلي لطفي. علي لطفي تواجد النهارده، يمكن لسه حتى هذه اللحظه لم يبدا امران فريق النادي الاهلي، لكن باكد لك جاهزيته يكون متواجد النهارده في الجرعه التدريبيه بالكامل. محمود عبد المنعم كهربا شارك في تدريب الامس التدريب الجماعي، ويمكن انا ذكرت محمد طبعا قلت كهربا يكون جاهز على مباراه العوده، وبالفعل اتعامل معاه يمكن شغل كبير جدا مع الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي، وهو كمان عنده رغبه كبيره وعنده جاهزيه كبيره ان هو يكون متواجد سواء على دكه البدلاء او في القائمه، لكن ان شاء الله باذن الله يكون ليه دور كبير مع فريق النادي الاهلي. كل لعيبه محمد جاهزه، مروان محسن زي ما بقول لك يعني ان شاء الله يكون متواجد في تدريب النادي الاهلي النهارده. لسه التدريب ما بداش، لكن كل اللعيبه الحمد لله لما بنطمن عليهم الجهاز الطبي بياكد لنا جاهزيه كل اللعيبه. اللعيبه دي يمكن المباراه كمان يا محمد انت عارف محتاجه انكار ذات كبير ومحتاجه جهد وتكاتف وجديه وشجاعه كل لعيبه النادي الاهلي خلال هذه المباراه، فان شاء الله باذن الله لعيبتنا خلال تدريب اليوم وتدريب الغد كمان اللي هيكون على استاد القاهره في تمام الساعه 8 مساء وهو التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي ما يبقاش في اي اصابات، ما يبقاش في اي كرامبات للعيبه كدمات. ان شاء الله باذن الله محمد المناخ والظروف كل الامور دي تكون معانا ان شاء الله. كان بينقصنا جمهور النادي الاهلي متواجد، لكن ان شاء الله بعد دعوات كل جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه ويستطيع النادي الاهلي ان يحسم المباراتين ويكون متواجد كطرف اول في المباراه النهائيه ان شاء الله. طيب المباراه يوم الجمعه، فالنهارده يا دوبك قبل المباراه ب 48 ساعه طبقا للبروتوكول الطبي المفترض النهارده في مسحه طبيه بتتعمل مع لاعبي النادي الاهلي تحت اشراف الاتحاد الافريقي عشان تحدد بشكل نهائي باذن الله جاهزيه كل الفريق واللاعبين قبل مباراه يوم الجمعه ان شاء الله. بالتاكيد طبعا زميلي محمد، يعني اقدر اقول لك قبل المران باكثر من ساعه ونصف كان متواجد لاعبي النادي الاهلي مباشره على المسحه الطبيه طبعا بحضور مسؤول الكاف اللي تابعوا يعني كده المسحه الطبيه كل اللعيبه طبعا اللي كانوا متواجده، وايضا كمان الوفد الاعلامي اللي هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي عمل المسحه الطبيه. انت عارف طبعا محمد في تحذيرات مكثفه جدا وتعليمات مكثفه جدا للحضور الاعلامي، يكون في فرد منسق اعلامي ومصور عملوا المسحه الطبيه لان مفيش حد يخش استاد القاهره اللي استقبل هذه المباراه الا ويكون معاه ورقه المسحه الخاصه بيه وايضا كمان الاي دي اللي بيتنبأ عليه بشكل كبير جدا. لكن باكد لك كل لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني بالكامل 22 لاعب ان شاء الله اللي يكونوا متواجدين باذن الله كمان تكون المسحه سلبيه كعاده مساحات فريق النادي الاهلي التزامهم كبير، وده اللي بناكد عليه خارج الملعب الامر بيكون مهم، يعني ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي وتطلع النتيجه كمان سلبيه لفريق النادي الاهلي، ويبقى بقى التوفيق ان شاء الله يا محمد في مباراه الجمعه باذن الله. كريم احمد زميلي العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش كان معانا على الهواء مباشره للحديث عن استعدادات الفريق قبل مباراه الجمعه مع الوداد،
وطمنا الحمد لله بشكل كبير جدا. وكريم كان موجود مع البعثه في المغرب فعايش الاجواء بشكل كبير جدا مع البعثه ومطمن الحمد او طمنا بشكل كبير جدا على استعداد الفريق ان شاء الله لمباراه الوداد المغرب. المباراه صعبه، المباراه مهمه، وكل التركيز ان شاء الله في هذه المباراه. اخيرا قبل ما اطلع الى فاصل، دوري ابطال افريقيا النهائي يوم 6 نوفمبر باي حال من الاحوال، ميعاد نهائي لا رجعه فيه. 6 نوفمبر هو نهائي دوري ابطال افريقيا. بعد 6 نوفمبر في اجنده دوليه لغايه 17 نوفمبر. بعد 17 نوفمبر الدور التمهيدي للبطوله القادمه ودور ال 32 ومواعيد القيد. لا مجال لتغيير دقيقه واحده في نهائي دوري ابطال افريقيا 6 نوفمبر. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند الاهلي وكلام مهم جدا عبر السوشيال ميديا عن النادي الاهلي.